يعني في الحقيقة الأمر احنا التواجد تاعنا الآن هو تواجد من أجل المريض فقط، لولا المريض ما واحد ما يكون في هذه القاعة. تواجدنا تاعنا من أجل المريض، وتكلمت مع السيد الوزير من قبل واتفقنا على أساس أن هذا اللقاء يكون تعاون بيناتنا ويكون تعاون مثمر ليعطي نتيجة للمريض، خاصة وأننا الآن نتكلم على نظرة الأدوية وعلى صعوبة صيانة المعدات إلى آخره، وهي في أيدينا. أظن أنه الآن الحلول، والدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية أكدت أكثر من مرة على أن الغاية هو التكفل بالمريض، والتكفل بالمريض يجب أن نعمل من كل جهة لأننا نجعل الحواجز هذه بجهة ونلتقي في فضاءات لتسمح بالتكفل بالمريض. اللقاء نتاعنا اليوم هو التعاون بين الوزارتين، لكن نحن كوزارة رايحين نبقاو نراقبوا عن بعد، عليكم انتم اللي راكم فاعلين في الميدان ان يكون بينكم لقاء.